كذلك جاءت أسئلة حول مناظرة من كان على غير مذهب وبخصوص السلفية، ولكم تجربة في هذا المجال، تحدثوا في هذا الموضوع بارك الله فيكم. هذا الموضوع يطول، يعني إن الذي سألت عنه مات وصار بعد أعظم من رفاتا. لكن مناظرة، أنا أعلن دائما وأقول بأننا أما أهل السنة والجماعة فلا أقبل مناظرتهم، لا أناظرهم أهل السنة، لا أناظرهم، لأن أرضية الوفاق بيننا وبينهم كثيرة، فلا داعي إلا من تمرد منهم، فهناك يعني البس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بؤسها، ما عندنا إشكال في مناظرة أي أحد أبدا إطلاقا، ولكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإذا كان يعني أهل السنة الأشاعرة بيننا وبينهم من الوفاق الكثير، يعني ليس عندهم تجسيم، ما عندهم تشبيه، ما عندهم كذا، وقضية خلق القرآن يوافقوننا فيها، خالفونا في مسألة الشفاعة نعم، وفي مسألة الرؤية على تردد أيضا، ليس عليها إجماعهم، وإن حكي الإجماع لكن عليه جمهورهم وليس إجماعهم، إثبات الرؤية، والذين أثبتوها منهم من أثبتها رؤية عين، منهم من أثبتها بلا كيف، منهم أثبتها بلا مكان، ترددوا فيها ترددا كبيرا، لكن لا يوجد عند أهل السنة تجسيم ولا تشبيه كذا. ولذلك هؤلاء أقول نتباحث نحن وإياهم في مسائل الوفاق، وما يمكن السكوت عنه نسكت عنه إلا إذا حملوا أنفسهم على الطعن في المذهب، فهناك لا سكوت. أما النزال والقراع والوقاع والنزاع فمع هذه النابتة السلفية التي هي يعني كالطفيليات في جسد الأمة، ينبغي أن تزال وتستأصل. هؤلاء لا اتفاق ولا يفاق معهم إطلاقا. لماذا؟ لأن من أصولهم التي يقوم عليها فكرهم رفض الآخرين أبدا، يعني حتى الدعوة القرآنية، يقول البربهاري، يقول إذا رأيت الرجل تدعوه إلى الأثر ويأبى إلا أن يدعوك إلى القرآن فلا تشك أنه احتوى على زندقة، فقم عنه ودعه، تدعو إلى القرآن. ثم يعني يقدسون علماءهم تقديسا غريبا، وكتبهم يقدس كتابه، يقول من أنكر حرفا مما في كتابي هذا، كتاب شرح السنة البربهاري، فإنه لا يدين لله بدين، وهو كمن أنكر حرفا من كتاب الله. ولا تجالس أهل البدع، يونس بن عبيد ينصح ابنه، روى عنه هكذا، ينصح ابنه يقول يا بني لا تجالس أهل البدع، يا بني لئن أراك جالسا مع خنثى أهون علي من أراك جالسا مع مبتدع. وهكذا يعني لأنت يا بني لأن تلقى الله فاسقا زنديقا فاجرا ظالما سارقا أهون علي من أن تلقاه ببدعة. فمن هؤلاء لا يقبلون الوفاق وإن اتفقت معهم إطلاقا. وأي دولة، شوف أي دولة تتقبل الفكر السلفي فقد قضت على أمنها واستقرارها. ولكم عبرة في العالم الآن، أليس كذلك؟ العالم من لم يعني تفده عبرة أيامه كان العمى أولى به من الهدى. كل أرض تتقبل الفكر السلفي تنحر نفسها بحرابها. ولذلك اتصل بمتصل يقول لي من قطر، يقول لي الدولة الوحيدة عندكم التي الآن تحارب المذهب السلفي بقوة ولا تقبله هي عمان في الخليج، في منطقة الخليج أقصد، وأما دول الخليج الأخرى فقد تقبلت، ولذلك وقعت الفتن فيه، وقعت البحرين وما وقع فيها، السعودية وما يقع فيها الآن في الداخل، علماؤها انشقوا فيما بينهم، جاءوا على الإباضية وكفروهم، والشيعة وكفروهم، المعتزلة وكفروهم، لما انتهوا من الفرق الحاضرة التفتوا إلى الماضية، وجدوا على بشر المريس الجهمية، وأولئك ماتوا انتهوا، ومع ذلك يعني أتوا عليهم، وبعد أن انتهوا من الفرق البائدة أتوا على أنفسهم وقسموا أنفسهم إلى جامية وإلى مقبلية وادعية، أتباع مقبل بن هادي الوادعي وغيرهم، وسلفية جهادية وسلفية مدري إيش، فانقسموا فيما بينها. فلا يقبل هذا الفكر إطلاقا ولا يتقبل، وهذا الذي ننازله ونناجزه، ونقول بأنهم فكر يعني لا يقبل إطلاقا أي مسامحة ولا مسالمة. هذا والله أعلم.